يلا بينا. ماشي يا دكتور معايا. ماشي يا مستر. طب احنا كنا واقفين في ايه؟ في المكون الايه؟ الثالث الكنترول اكتيفيتيز. وقلنا ان الكنترولز ممكن نبص لها من برسبكتيف بريفنتيف ديتكتيف دايركتيف وكوركتيف وكومبنسيتنج. ممكن نبص لها من برسبكتيف الفوكس، ان انت عندك حاجات معموله عشان خاطر الفاينانشال ريبورتنج، حاجات معموله عشان خاطر السيف جاردنج اوف اسيتس، وحاجات معموله عشان خاطر الكومبلاينس، وحاجات معموله عشان خاطر الاوبريشنال كنترولز. فالسيف جاردنج اوف اسيتس هنا بتوع السي طالبين مننا كام حاجه كده محتاجين اللي احنا نكون اوير بيهم. انا هجري فيهم شويه، والمره الجايه ان شاء الله هفصل فيهم هم والجزء بتاع السيجريجيشن ان شاء الله. لو انتوا كنتوا اتفرجتوا على الابلكيشن كنترولز هتلاقوني ان انا جبت سيره السيف جاردنج اوف اسيتس، وقلت لك ان انا محتاج كشركه اعمل اكسس كنترولز عشان اضمن ان مثلا على سبيل المثال ان مش كل الموظفين بيخشوا في السيرفر روم، صح ولا لا؟ ان مش كل الموظفين يقدروا يخشوا على المكان اللي فيه الخزنه اللي بتشال فيها الفلوس وهكذا. فاول حاجه نحمي بيها اصول المنشاه ان احنا بنعمل اكسس كنترولز، ان احنا نليمت بس الناس الاوثرايزد بيرسونال اللي هم يخشوا على الارياز اللي هم المفروض يخشوا لها بس. جميل. ايه الاكزامبلز بتاعت الكنترولز اللي ممكن تحمي بيها اصول المنشاه؟ اهم حاجه واكتر حاجه امبلمنتد طبعا الاس او دي، السيجريجيشن اوف ديوتيز. من الحاجات المهمه اللي انت تحاول تستخدم كاش ريجستر عند الراجل اللي ماسك الخزنه اللي داخل واللي خارج، البي سليبس تكون موجوده لو حد بيعمل ايداعات في البنك، والكلام ده كله من الكنترولز اللي بنعملها عشان خاطر ايه؟ نسيف جارد الكاش مثلا. الكنترولز اللي بتتعمل على الريسيفبلز اللي انت لازم تعمل، يبقى في كريدت ابروفلز بعد ما بتشيك الكريدت وورثنس بتاعت العميل. اللي انت تستخدم المستندات بتاعتك كلها، فواتير و و و، تكون بري نمبرد فورمز، حاجات متسريله عشان لو في حاجه ان اوثرايزد حصلت او ان ريكورد تبان. وجايبين طبعا امثله كتير جدا على السيف جاردنج، انا همشي معاكم فيها المره الجايه ان شاء الله بالتفصيل، يعني انت برضو اقروها وانا هخش معاكم فيها بالتفصيل المره الجايه. الريكونسيليشن اللي المفروض تتعمل النهارده بتبقى مبنيه على فريكونسي معينه، بمعنى ان انا لو عندي ايتم الانهيرنت فيه ريسك عالي فلابد ان الريكونسيليشن تتم عليه بفريكونسي عاليه، ولو ايتم الانهيرنت ريسك بتاعته قليله ممكن نقلل الفريكونسي بتاعت الريكونسيليشن. ماشي الكلام؟ تمام يا دكتور. بعد السيف جاردنج اوف اسيتس طبعا في كومبلاينس واللوز اند ريجوليشنز. الاس او دي من الحاجات، انا طبعا هنا كاتب لك مقدمه كده كان مهمه جدا ان تبقى متصورها، ان اسئله الاس او دي اللي تم تاليفها في السي ام اي بعضها اجريسيف جدا. بعضها ايه؟ اجريسيف جدا، بيحتاج واحد يكون عنده خبره عاليه قوي عشان يعرف يعمل اليمينيشن ويوصل للصح. فانا جايب لك هنا نصيحه مين؟ نصيحه هوك. نصيحه مين؟ نصيحه هوك، اللي انت ما تضيعش وقتك قوي في الموضوع واشتغل بطريقه معينه هتكلم عليها بالتفصيل المره الجايه. بس انا يهمني دلوقتي ان انا اجري شويه واخلص من الكرايم واروح احل سؤالين ثلاثه معاكم، والمره الجايه نعمل زوم على ايه؟ نعمل زوم على السيف جاردنج اوف اسيتس، ونعمل زوم على السيجريجيشن اوف ديوتيز. ماشي الكلام؟ ماشي. فالسيجريجيشن ده احنا يعني ايه؟ انا تخطاه دلوقتي ونخش على المكون الرابع، الانفورميشن اند ايه؟ اند كوميونيكيشن. احنا طبعا نقصد بالفورس كومبوننت هنا اول حاجه تتبادر لذهننا الاكونتنج انفورميشن سيستم، اللي فيه الطرق والسيستمز اللي هنسجل من خلالها المعلومات بتاعتنا، اللي المفروض تطلع في الاخر بشكل ايه؟ معلومه تكون ريليفنت وريلايبل. ده على المستوى الديفينيشن الخاص. على مستوى الديفينيشن العام انا محتاج يكون عندي انفورميشن وكوميونيكيشن سيستم في الشركه، طبعا لو انا بتكلم عندنا كبرسبكتيف محاسبين، يايدنتيفاي كل الترانزاكشن المفروض تتسجل ويسجلها اون تايملي بيزز ويعمل لها فالويشن بشكل مظبوط ويسجلها في البروبر تايم فاليو، كل شهر تبقى متسجل فيه الحاجه اللي تخصه، ويحصل الديسكلوجر والكوميونيكيشن. الكلام ده لو انا بتكلم على انا انهي معنى؟
بتاع الاكاونتنج انفورميشن سيستم. لو بتكلم على الانفورميشن كوميونيكيشن بشكل عام فانت بتتكلم على الترانسبيرنسي اكروس الاورجانيزيشنال ستراكشر. واضح كلام؟ والعلاقه ما بين الفانكشنز. فكل ما بتبقى فيه انهانسمنت للكوميونيكيشن كل ما يكون فيه معلومه ممكن ناخد بيها ديسيجن ميكنج ياد فاليو للبزنس وبالتالي يقلل الايه المخاطر. المعلومات اللي بنهتم بيها ايه؟ مؤكد معلومات فاينانشال او اوبريشنال او مرتبطه بالكومبلاينس والسيف جاردنج اوف اسيتس. طيب المونيتورنج، المونيتورنج ببساطه مين هيعمله؟ لا اما هيتعمل من خلال الاونجوينج سيبريت ايفالويشنز اللي المانجمنت هتعمله، لا اما هيتعمل من خلال سيبريت ايفالويشنز. والسيبريت ايفالويشن ده ممكن مين يساعدني فيه؟ الاكسترنال بارتز وممكن الانترنال اوديت، صح ولا لا؟ تمام. طب ايه الغرض من المونيتورنج؟ اضمن ان الكنترول بتاع الكواليتي بتاعته مظبوطه، بمعنى ان الكرايم اللي بيتطبق النهارده فعلا بيقدر يضمن لي تحقيق ريزنبل للفوكس. واضح كده الكلام؟ كده ايه يعتبر عملنا انترودكشن للكنترول فريم ورك اقوى شويه من اللي احنا خدناه في الانترودكشن بتاعتنا. طيب تعالى بقى نبص كده، استاذ محمد اختار لنا كام سؤال كده ممكن نحلهم مع بعض. حد فيكم يا شباب ابتدى في الابلكيشن كنترولز؟ او السيستم كنترولز عامه؟ بدات في اول ثلاثه اوديوز. مين معايا بيتكلم؟ حسام. ازيك يا حسام، عامل ايه؟ الله يخليك. ايه الاخبار، الدنيا ماشيه معاك ايه؟ ماشيه كويسه. لا حلو، حتى شفت اللي هي المحاضره اللي هي بتاعه الانترنال كنترول اللي هي بتاعه الكوز موديل وكده، لا التسلسل بتاعها والمجموعات كويسه. طب الحمد لله، بس الموضوع عايز صبر رهيب. النظر بتاعه بصراحه هو والنصيحه بتاعت حضرتك في السكشن اف، لا اللي هي عايزه تتقري اكتر من مره، نوصل ممكن لخمس ست مرات نقرا الماتيريال، نسمع الاوديوز مرتين وثلاثه قبل ما تفكر تخش تحل. يعني هتخش تحل هتصطدم بالاسئله، لكن لا عايزه مذاكره اكتر من مره عشان هو نظري ومش هيتحفظ لوحده كده، لا هيتحفظ من كتر القراءه بتاعته اكتر من مره يعني. ودي عن تجربه انا جربتها فعلا ماشيه مظبوط. تمام. بس بتاخد وقت رهيب. بتاخد وقت مش هنضحك على بعض، بتاخد عايزك على الاقل من ساعتين لثلاثه يوميا عايز تذاكر وتركز وما تقومش ما تقطعش فيها، يعني ما تاخدش جزء نظري وتقطع، تاخده على بعض وتحفظ التوبك على بعضه يا ما مش هتعرف تكمله. صح. عامة هي يعني المذاكره اللي انت بتذاكروها المذاكره اللي انت بتذاكروها في الانترنال كنترول القويه ديت هتفيدك في كذا حاجه. اولا هتفيدك في بارت 2 شبه هتقلل جدا جدا المجهود المتطلب في سيكشن كامل انتربرايز ريسك مانجمنت. فيعني انا عايز اقول ان انت بتبيلد حاجه لقدام، حبيت تخش في شهاده ثانيه الكلام ده موجود في كل الشهادات، فاللي انت بتعمله النهارده ده هيظبط لك كل حاجه ان شاء الله. طيب ربنا يجازيك خير. نحل كده سؤال سريع بيقول لك one of the financial statement auditor's major concern اللي احنا نطمن ان الانترنال كنترول بتاعنا ديزاين اللي هو يدينا ريزنبل اشورنس ايه؟ فاينانشال ريبورتنج از ريليبل. بالظبط كده، احنا بندور على واحده من الايه؟ لا انا ادخل الامتحان بقى، واحده من الفوكس ان الفاينانشال ريبورتنج ايه؟ ريليبل. شغال معاكم الكلام؟ ماشي. وسرحت في حتة تانية ولا ايه؟ محمد كمان جايب لكم اسئلة تفتح شهيتكم. ما كفاية الاسئلة اللي حضرتك بتنزلها على الجروب يا مستر. ايه رأيك؟ لا انا حلوة بتنشط. لا حلوة لذيذة. ده الواحد بيبقى ساعات قاعد في الشغل مثلا وفي اجتماع ولا حاجه، بص الاقي دي راح ممكن اسيبها وحل. لا والله خفت وبسرح والله. بس في اسئله جديده شويه. لا خفت، انا خفت بجد يعني. طيب نحل السؤال الجميل ده.
دي ده انت تحجز يا صلاح خلاص كده. خلاص لا خلاص والله يا باشا، من الفهم بس، انا ما عملتش حاجه، انا ما ذاكرتش اصلا لسه الانترنال كنترول. طيب ادي كومنت ولا الدنيا واضحه للكل؟ لا يا ريت كومنت يا دكتور في السؤال ده. بس هو انا فاهم لو بيوفر ريزن بالاشروز، بس يعني انا بس استنبط الموضوع ده بالزاي. هو المفروض يتكلم على الانترنال كنترول عادي يعني، بس لازمته ايه النقطتين دول؟ ما هي كده كده هو البيزك كونسيبت بتاعته اللي هو بيعمل ريجنبل اشورنس. طب لازمه ايه اللي هو لازم يقول البوست اكسيد بينفيت اوفر اول؟ ما بيوضح لك يا كريم. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو ايه اصلا اللي خلى الريجنبل اشورنس مش الابسولوت اشورنس يبقى موجود في مساله تحليل الاهداف؟ ان انا مش بقعد اصرف الى ما لا نهايه عشان اضمن ان انا عملت كفرج 100%. فانا لو عملت كفرج 100% ده معناه ان انا هصرف تكاليف غير لم يتم دراسه جدواها، صح ولا لا؟ كده فهمت خلاص. لط لا فهمت. حلوه لم يتم دراسه جدواها دي، صح؟ والله فعلا. طب نحل السؤال الجميل ده. لا سيف، ده لسه في السيف جاردنج وفي اسكس، انا حطيته غلط والله. بس احنا معانا وحوش، مفيش مشكله. خلاص بقى خليه دلوقتي. السؤال ده المفروض اللي يحله غلط في الامتحان الاميد اس يقطع عليك الكهرباء على طول. انا مش هقول حاجه. مانجمنت يا دكتور. مانجمنت ليه؟ مانجمنت ماشي. مستر، انا لاحظت ان الخريطه اللي حضرتك عملتها في الاول هي دي اللي فهمت الدنيا بصراحه. ربنا يكرمك. والله بجد. هي الحمد لله ربنا يعني وفقني فيها. اللي اتصورها بالمنظر ده يعني ده فضل من ربنا والله. الحمد لله. انا من لها كوبي رايتس الطريقه دي يا صلاح. والله فعلا، والله انا فهمتها في كوزو موديل برضه. محتاجين الاوديو بتاع النهارده ده بقى كده يتحط لنا ولا حالا؟ حالا. طيب هو ده غير الشرح اللي حضرتك كان في اليوتيوب يا مستر؟ اللي هو انهي شرح؟ اللي هو في سيكشن اي. سيكشن اي خلي بالك مش عليه غير في الانترنال كنترول. طيب ممكن تسالني السؤال ده بعد ما نخلص حل الاسئله؟ طيب تمام ماشي، عايز اجاوب عليه تفصيلا كده عشان الدنيا تبقى واضحه معاكم. بس عايزين حاجه نوت ان ابروبريت ممبر اوف ان اوديت كوميتي. لا قلنا ده اللي هيبقى دي تمام. ده ما شاء الله الناس بص ده حلينه قبل كده تقريبا. احنا قلنا والله اول مره، ومن التركيز بتاع النهارده عشان كده بقول لك المحاضره ما شاء الله يعني. ربنا يجازيك خير يا مستر سامح، وانت يا مستر محمد على تعبك معانا برضه. ربنا يخليك حبيبي. طيب انا دينا غششتها لكم تقريبا وانا بشرح غصب عني، مش فاكر بس يا سي فيدوشري ديوتي. تمام. احنا ممكن ناخد في السكشن اي بعض الكيورد منهم الكلام ده بالظبط. هو مليان كيوردز يعني الاختصارات عامه ظبطته شويه. ده معانا ده ولا ايه يا محمد؟ ذا ريفيو اوف سيمي اوديت بلان. تمام ده معانا. معانا.
بي يا دكتور؟ ايه؟ بي؟ تمام، الله ينور عليك والله، تمام ما شاء الله ما شاء الله. انا بقى المره الجايه ان شاء الله عايز اوريكم ايه الخطه اللي نعملها في السجريجيشن، عشان السجريجيشن دي ممكن لو حد ساب نفسه فيها زي يعني، وده الكلام ده خلي بالك منه يا كريم، لو حد ساب نفسه فيها وقعد يفتح في اسئله شهادات ثانيه والكلام ده ممكن تخليك تغير الكارير ده. انت جايب سؤال سي اي يا استاذ محمد؟ ماشي. ايه هو ده اللي كان هو ده اللي كان هيحصل معايا، بس خليك لحقتني. طيب خلاص انا قلت الحق وانت في سيدي بشر. هو عجبني بس انا عامله لك بالاحمر عشان هو سي اي. عجبك؟ طب ماشي عشان خاطر محمد. بصوا يا جماعه انا نصيحتي ما نحلش اسئله سي اي خالص، لان في بعضها بيبقى irrelevant وبعضها بيبقى ظريف، بس انت ممكن الاسئله الريليفنت دي تدمرك. خلينا نتكلم في عن ده بالتفصيل المره الجايه برضه. Which of the following is normally a responsibility للكوميتي؟ سلام. حلو قوي ده. الاوديت كوميتي هي اللي بتقبرف على اختيار مين؟ الراس الكبار بتاع الانترنال اوديت. هتبقى بي يعني. ماشي الكلام؟ عشان كده انا كنت عايز افهم بس اللي هي يعني ايه ورك انجيجمنت، انجيجمنت ورك يعني سكادول. ده زي الارتباط على السكوب معين، يعني انا مثلا الانجيجمنت بتاعي للشركه دي اوبريشنال اسبيكتس بتاعت الشركه مثلا، اللي هو بيبين السكوب. خليها في دماغك كده. ديفلوبمنت اوف ذا انيوال انجيجمنت ورك سكيدول، الانجيجمنت السكوب بتاع شغلك هيبقى مغطي. ماشي الحال؟ تمام. اخر حاجه بقى، تبقى ديتكتيف بريفنتيف يا دكتور؟ بريفنتيف دي بريفنتيف. تمام، الله ينور عليك. طيب ركزوا بقى كده معايا، انا عايز اوريكم كذا حاجه سريعا كده. بصوا معايا النهارده سيكشن ايه مكون من كم توبيك اساسي؟ اتنين. احنا النهارده اتعرضنا لدول كده ماشي، وستيل معانا السيجريجيشن هنفصل فيه المره الجايه. الكوربريت جوفرنس انا عامل له اوريدي تحضيره جميله، وده موضوع عبيط جدا الاكسترنال اوديت ريكويرمنت. بعد كده في حاجه اسمها سيستم كنترولز. طيب لو انا رحت النهارده على التشانل، ربنا يقوم بالسلامة إن شاء الله. ما أعرفش في إيه بس ماشي خلاص بقى. إيه بقى حلو، أنت طلعت لنا تاني من الناحية التانية يا مستر. طول عادي. ما شاء الله قوة الكونكشن ايه قاتلة. هو طبعا مسج بيقول لي انك بلا انترنت. ماشي.
لو دخلنا كده على البلاي ليست اللي موجوده عندنا، بص بقى كان احمد اللي بيسال. بص يا احمد، احنا دلوقتي عندنا هنا ايه معانا؟ كام عنوان في سيكشن ايه؟ 2 1 و 2 ماشي. هنخش هنا هنلاقي في سيكشن اي اي ايه اي 2 اي 2 ماشي. اي 2 ده يعني بيغطي اي جزئيه؟ السيستم كنترول. السيستم ايه كنترول دي انا حبست نفسي وقعدت ايه اتكلم فيها بالتفصيل، هتلاقي جواها اهو 21 فيديو مش الكلام، هم وقتهم على بعض 6 ساعات تقريبا يعني، بس مش فاكر كم ساعه بالظبط عشان ما حدش يعد ورايا ويقول لي لا اكتر يعني، بس ايه شرحتهم قدر الامكان بالتفصيل لان ده اكتر جزء بيقرف الناس في عيشتهم في السي ام اي. وعندنا هنا حاجه سيكشن ايه اي اللي انا هخش اغيره دلوقتي اخليه اي ايه اي 1 اي 1 ده لو دخلنا عليه هنلاقي عليه فيديو يتيم انا كنت عامله كانترودكشن للانترنال كنترول ماشي. احنا بنسمعه كنت تمام كده واضح ده كلام. ده اللي حضرتك اشرت ليه في جزء الفار كمان ده برضه والله ما ده اللي اشتغلنا عليه في الفار في المثال بتاع كوزو موديل. لا سيكشن اف مش الفار اف ولا سيكشن اف ولا حاجه سيكشن اف انت بتقول لي الفار. لا اقول سيكشن اف معلش خدعني اللفظ سيكشن اف. ايوه تمام صح كده واقف بدايه الفار. طيب يبقى انا دلوقتي المفروض ان ارفع الفيديوهات ديت بتاعت النهارده، هرفعها لانهي بلاي ليست؟ على اي اللي هتبقى اي 1 ماشي كده. طيب انا المره الجايه ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنتكلم في السيجريجيشن ونخش على الكوربريت جوفرنس. هيبقى بعد كده معانا في الكوربريت جوفرنس بعدين قانونين، الفورين كوربت براكتس اكت وسوكس والاكسترنال اوديت ريكويرمنت، يبقى كده زي الفل. هنيجي بعد كده نشرح السيستم كنترول، هشرحه زي ما شرحت سيكشن اف. سيكشن اف دي فيديوهات مطوله وعملنا له لايف سيشنز مختصره، نفس الكلام هيتعمل في السيستم كنترول. طيب النصيحه العامه، مش هنحل غير اسئله سي ام اي من هوك. اسئله السي اي اي بعضها ريليفنت بعضها، انت مش عندك القدره دلوقتي هتحدد ريليفنت من الريليفنت، فلو دخلت فيهم زي الرمال الناعمه ممكن تاخدك ما تطلعش، لانها هتكريت لك منهج فوق المنهج الاصلي بتاعك، واحنا اوريدي مخدمين على المنهج كويس. فاهمين الكلام؟ لكن الناس اللي بتذاكر من مختصرات ومن حاجات تعبانه ممكن يضطروا يحاولوا يكمبنسيتوا الكلام الناقص بحل اسئله كتير، والطريقه دي غلط اصلا في مذاكره الشهاده. ماشي الكلام؟ انتوا اظن خلاص عرفتوا الميكانيزم اللي انا ماشي بيه ازاي، او الفلسفه بتاعت السي ام اي ماشيه ازاي. خلاص كده انت كده خلاص محمد، انت بعتنا خلاص الهاند اوتس اللي المفروض هنشتغل عليها. بعت لهم الاسئله. ممكن تبعت لهم الورد اللي انا كنت عامله لو ان احنا لسه ما ظبطناهوش شويه، بس اعمله ابعت لهم اللي فيه الحاجه و50 سؤال بتوع الانترنال كنترول بتوع السي ام اي. طيب ماشي اوكي خلاص كده يا جماعه ماشي تمام. يبقى احنا كده معادنا ان شاء الله الجمعه الجايه نكمل رحلتنا في الانترنال كنترول ان شاء الله. ماشي يلا نشوفك على خير يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد يا بابا.